في ديسمبر سنة 1798 اتجهت القوات الفرنسية لمدينة إنا في صعيد مصر، وبعد معارك ما بينهم وما بين الأهالي في الصعيد اكتشفوا هناك معبد من أهم المعابد الأثرية في مصر القديمة، واللي كان يعتبر من أكبر المراصد الفلكية في الحضارة المصرية. الفرنسيين رسموا كل التفاصيل اللي في المعبد بمحتوياته، وأخذوا كمان بعض المكتشفات من هناك. وبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة 1801، وبعد دراسة الرسوم اللي نقلوها من المعبد، أرسلت فرنسا سنة 1820 فرقة متخفية، والفرقة دي كانت لهدف في غاية الخطورة، يعني الموضوع كان شاغل بالهم لأكثر من 19 سنة. أهلا بيكم في رحلة جديدة مرحلة الرحالة، والنهاردة هنكلمكم عن تكنولوجيا الصوت في معبد دندرة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، وريد تفعلوا لنا زر الجرس عشان توصل لكم الحلقات اول باول. قرية دندرة موجودة على مسافة 5 كيلو من محافظة إنا، وعلى الضفة الغربية من نهر النيل، ودي موجود فيها معبد من اهم واغنى المعابد اللي موجودة في مصر التاريخية من الاف السنين، معبد الالهة حتحور، واللي اتسمى فيما بعد باسم معبد دندرة. والالهة حتحور كانت بتمثل المصريين القدماء بانها الهة الموسيقى، وده وفقا لكلام الاكاديميين في كتب التاريخ. وخليكم فاكرين النقطة دي كويس معانا، المعبد كان النص الاسفل منه مدفون تحت الرمال، وده لما اكتشفوه القوات الفرنسية سنة 1798، ولسه محتفظ بكل النقوش اللي عليه، سواء اللي على الجدران او اللي على سطح المعبد، والنصوص اللي موجوده عليه في غايه الاهميه. النقوش اللي تم اكتشافها على الجدران وعلى اسقف المعبد نقدر نقول عليها ان هي توثيق لنظام الكون الزمني، وتوثيق لبدايه الحضارات البشريه والتقنيه الفائقه للحضاره المصريه القديمه. المعبد ده بيثبت وجود الحضاره المصريه لعشرات الالاف من السنين قبل الميلاد، وده غير التاريخ المعروف في الروايه الاكاديميه. في حلقه النهارده هنقول لكم كل التفاصيل والادله اللي بعض الناس هيفتكروها خيال علمي. المعبد اتعجبت عليه الحضارات زي الحضاره البطلميه والحضاره الرومانيه، ولما دخلت القوات الفرنسيه لقاعه قدس الاقداس في الدور الثاني من المعبد لقوا حاجه غريبه جدا، واللي اتضح بعد كده ان هي في غايه الخطوره، صوره فيها السماء او زي ما تسمى بزودياك دندره، ودي منقوشه على سقف غرفه قدس الاقداس ومرسوم عليها كل ابراج السماء النجميه وحركه الشمس والقمر والكواكب ومرورها على الابراج دي. ولما درست فرنسا الرسوم دي اللي هم اخذوها في الحمله الاولى، رجعوا سنه 1820 بفرقه في الخفاء، والهدف منها سرقه النقش اللي في سقف معبد دندره، وده كان منقوش على حجرين كبار بسمك 90 سنتي، لدرجه ان هم كانوا هيدمروا المعبد بالكامل عشان بس ياخدوا النقش ده. وهربت الفرقه دي في النيل بالنقش، وكانت حادثة مشهورة جدا، وهو حاليا مخزن في فتحة في اللوفر بباريس وغير متاح للعرض حاليا، زي كتير من الآثار والمخطوطات اللي بتخص الحضارة المصرية القديمة وحضارات تانية كتير، زي الحضارة البابلية والسومرية وحضارة الإنكا، وحاجات تانية كتيرة جدا عن الفلك والطب والتحنيط، ودول ممنوع عنهم الاطلاع تماما غير لكام واحد كده بس. بعد ما أخذ الفرنسيين لوحة زودياك دندرة الأصلية، عملوا واحدة شبهها تانية من الجبس، بيقولوا إن هي طبق الأصل وهي دي اللي موجودة في المعبد حاليا، والله أعلم بقى هي طبق الأصل فعلا ولا لا. السؤال هنا بقى، هو النقش اللي موجود في اللوحة دي مهم لدرجة ان فرنسا بعد ما تخرج من مصر تبعت حملة مخصوص عشان يرجعوا ياخدوه تاني؟ احنا قلنا لكم قبل كده ان القدماء المصريين كانوا على ارتباط وثيق بعلوم الفلك والنجوم، وكانوا بيبنوا المباني بتاعتهم وفقا لمجموعات الابراج ومنازل الشمس والقمر والكواكب والنجوم، فبالتالي سهل جدا نعرف تاريخ الحضارة دي، ونعرف تحديد الفترة بالظبط اللي اتبنى فيها المعبد، ونعرف هو ليه اتبنى اصلا. يقال ان زودياك دندرة كان منحوت عليه 36 مجموعة نجمية موزعين على مدار السنة، يعني بمعدل مجموعة نجمية لكل 10 ايام، ده غير اللي معروف دلوقتي ان هم 12 مجموعه نجميه، يعني مجموعه نجميه لكل 30 يوم، وكمان مرسوم عليها ظواهر فلكيه كتير، زي تعقب الليل والنهار والكسوف والخسوف، والفصول الاربعه للسنه وحاجات تانيه كتير. لوحه زودياك دندره من الاثار اللي بتثبت سير النجوم والكواكب في افلاك منضبطه، ويقال ان هي بتثبت ان الارض مسطحه مش دائريه، وتعالوا نثبت لكم دقه وتقدم الحضارات القديمه في علوم الفلك. في مصوره بلجيكيه رصدت تعامد الشمس في وقت الظهر على معبد حتحور وغرفه قدس الاقداس بمعبد دندره. الشمس بتتعامد على لوحه في المعبد لوجه حتحور، وده بيبقى يوم تكريسها. والعجيب مش في كده، تخيلوا اللي بيحصل ده بيتم في نفس الوقت لتعامد الشمس على تمثال حورس، وده في غرفه قدس الاقداس في معبد ادفو في شمال اسوان، يعني بيتم تعامد الشمس في نفس الوقت والتاريخ على وجه حتحور وفي نفس الوقت على وجه الاله حورس، وده على معبدين بيبعدوا عن بعض بمسافه 216 كيلومتر تقريبا، والتعامد ده بيتم من كل سنه يوم 22 يونيو اللي هو يوم انقلاب الصيفي، وده بيثبت ان قد ايه القدماء كانوا على درايه بعلوم الفلك والطبيعه، وهنثبت لكم كمان ان هم كانوا متقدمين اكتر مننا في الحضاره الحاليه بتاعتنا. لما مصر حبت تنقل معبد ابو سمبل اللي منحوت في
الصخر، والمعبد ده بيحصل فيه تعامد للشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في السنه، المره الاولى يوم 21 اكتوبر والمره الثانيه يوم 21 فبراير. عايزكم بس تبقوا عارفين ان المعبد ده اتنحط في الصخر وسط الجبل، يعني قعدوا ينحطوا في الصخر وفقا لمسار الشمس، وده عشان الشمس تتعامد على وجه رمسيس. وبعد ما قاموا الخبراء بنقل المعبد لمسافة 64 متر بس، ما قدروش يثبتوا تاريخ التعامد تاني في نفس اليوم، واصبح تاريخ التعامد 22 اكتوبر و22 فبراير. وعلى العلم ان الناس اللي نقلوا المعبد دول ما نحتوهوش في الصخر زي ما عمل القدماء، دول قطعوا المعبد حتت ونقلوه على مهلهم حتة حتة، يعني كان في ايديهم ان هم يثبتوه في نفس اليوم على الشكل اللي اتبنى عليه في الاصل. تخيلوا بقى القدماء بنوا معبدين بيبعدوا عن بعض بمسافة 216 كيلومتر، ويقدروا يثبتوا تعامد الشمس بنفس التاريخ واليوم على وجه حتحور وعلى وجه زوجها الملك حورس، يعني اصلا مفيش مقارنه ما بيننا وما بينهم. نيجي بقى للجزء الاهم في حلقه النهارده، وهو اسرار تكنولوجيا الطاقه في معبد دندره. قبل ما نخش في التفاصيل عايزين نوضح لحضراتكم ان في طاقه نظيفه وطاقه غير نظيفه. الطاقه النظيفه زي طاقه الشمس وطاقه الرياح وطاقه الحراره الجوفيه، والطاقه دي مميزاتها ان هي موجوده على طول وما بتخلص، وعمرها هتاثر لا على الطبيعه ولا على الانسان، ودي على عكس الطاقه الغير نظيفه زي الفحم والبترول والغاز والوقود النووي، ودول استخدامهم بيسبب في اختلال توازن الكون وهلاك النبات والحيوان وطبعا الانسان. والمعيار الحقيقي اللي كنا بنعرف منه اذا كانت الحضاره دي متقدمه فعلا او لا هو استخدامها لمصدر طاقه نظيفه او غير نظيفه. اللي درسناه وتعلمناه من زمان ان الحضارات القديمه كانت بتستعمل وسائل بدائيه جدا وافتقدوا لمصادر الطاقه، وكل اعتمادهم كان على الانسان والقوى العامله، وده بيعارض الانشاءات والمباني اللي سابتها لنا الحضاره دي زي المعابد والتماثيل والتوابيت والاهرامات. مستحيل كل اللي سابته لنا الحضاره دي كان معمول بطرق بدائيه بسيطه، اكيد الحضاره دي كان عندهم وسائل طاقه تساعدهم في القطع والنحت ورفع الاحجار، خصوصا زي حجر الهرم الاكبر. واحنا النهارده معانا اثبات موجود على جدار معبد دندره بيقول لنا ان الحضاره المصريه القديمه كانت بتستند على طاقه نظيفه. معبد دندره او معبد حتحور زي ما قلنا بيتكون من ثلاث طوابق، الاول هو سراديب تحت الارض وفي دورين تاني فوقيهم اللي هو الاول والدور الثاني. السراديب اللي موجوده تحت الارض دول عددهم 11 سرداب، ودول كانوا موجودين لحفظ العلوم والاشياء الثمينه الغير قابله للنشر زي ما بيقولوا المسؤولين. هو المعبد الأكمل بالكاف، لأن هناك الأجمل. هو الأكمل ما بين معابد مصر على الإطلاق. المعبد الوحيد اللي كل عناصره تقريبا متكاملة بالكامل. الحاجة التانية ما تميز هذا المعبد أن هناك سراديب عديدة تحت الأرض. السرداب رحلة إلى العالم الآخر، واحد اتنين يخبي الكاهن او كبار الكهنه او بعض الملوك والملكات يخبوا بعض الحاجات اللي هي الفاليو، حاجات اللي ذو قيمه، سواء التماثيل سواء 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 في داخل هذه السراديب. سرداب تحت الارض. عدد السراديب اللي بلغ عدد هنا في معبد دندره 11 سرداب، طول عمرها سرداب واحد بس المفتوح للزياره. النهارده احنا ومجموعه المرممين بنفتتح لاول مره ثلاث بنعد عشان الافتتاح ثلاث سراديب جداد من اجمل ما تراه عينك يا استاذ سمير. ثلاث سراديب جداد عشان يبلغ عدد اجمالي السراديب المفتوحه للزياره هنا 11 اربع سراديب، ثلاثة جداد وواحد قديم. يعني المعبد كان فيه سرداب واحد متاح للزياره، ودلوقتي بقى فيه أربعة متاحين للزيارة من أصل 11 سرداب. طب ليه هي السراديب الباقية مقفولة وممنوعة من الزيارة؟ قبل ما نعرفكم النقوش اللي موجودة على السراديب، تعالوا نتكلم مع بعض شوية فيزياء عشان تسهل علينا فهم النقوش. في مقولة للعالم نيكولا تسلا بيقول فيها: إذا أردت أن تجد سر الكون فكر في مصطلحات الطاقة والتردد والاهتزاز. فكل مادة موجودة في الكون ليها درجة اهتزاز، وبتتأثر المادة دي لو تم إطلاق صوت مساوي ليها في الاهتزاز. ومع ذلك كل المواد اللي حوالينا اللي مش نفس درجة الاهتزاز بتفضل زي ما هي من غير ما تتأثر. اللي قدامنا في الصورة دي اسمها الشوكة الرنانة، ليها وزن وطول معين وبتطلع تردد معين لو تعرضت لأي تأثير. الشوكتين اللي قدامنا دول درجة ترددهم 440 هرتز، ولو ضربنا واحدة منهم هتصدر تردد 440 هرتز، فبالتالي هتتأثر على الشوكة اللي جنبها عشان بتحمل نفس درجة التردد. ولو غيرنا تردد أي واحدة فيهم بأننا نضيف جزء صغير من المعدن عليها عشان يغير وزنها، فبالتالي التانية عمرها ما هتتأثر بيها لأن درجة التردد اتغيرت. والترددات دي بتتنقل عن طريق الهواء، وبيتم استخدام الصندوق اللي تحت الشوكة الرنانة دي وبيبقى اسمه ريزونيتر. وعايزين برضو نعرفكم إن لكل نغمة صوت وتردد معين، وكل تردد بياخد شكل موجة معينة زي ما احنا شايفين قدامنا. الواضح معانا إن شكل الموجة بيتغير ما بين كل نغمة والتانية، والموجات دي بتأثر على أي وسط ناقل زي المية أو النار أو الغاز.
وقبل ما نكمل عايزين بس نعرفكم ونفكركم بحجر الكوارتز او ثاني اكسيد السيليكون، ودي الصيغه الكيميائيه بتاعته، واحنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده في حلقه الهرم الاكبر. فلسفه عمل الكوارتز ان الاكسجين بيحتوي على شحنات كهربائيه سالبه والسيليكون بيحمل شحنات كهربائيه موجبه، ولما بيتعرض الكوارتز لمؤثر خارجي زي الضغط او التردد الاهتزازي بيتم الضغط على جزيئات الكوارتز وبينتج عنها شحنات كهربائيه، ومع استمرار الضغط بيخرج منه تيار كهربائي متردد. والكوارتز منتشر جدا في الطبيعه حوالينا، ومن اهم مصادر الكوارتز حجر الجرانيت اللي بتوصل فيه نسبة الكوارتز ل 60%، وده موجود عندنا بكثرة في حضارتنا القديمة. آخر حاجة هنقول لكم عليها خلاص قبل ما نكمل، إن التيار الكهربائي المتردد لما بيمر من أي وسط ناقل بينتج عنه الطاقة الحرارية، والقوة الحرارية دي متوقفة على 3 عوامل: مقاومة الموصل وزمن سريان التيار وقوة التيار، وده اللي بيسميه علماء الفيزياء قانون جول. كفاية بقى فيزياء لحد كده، ونعرفكم بقى تفسير النقش اللي موجود على جدار معبد دندرة. النقش ده في باحثين كتير بيأكدوا انه دليل تشغيل لمنظومة الطاقة في المعبد، والنقش ده عبارة عن 4 عمدان لحطحور كل 2 جنب بعض، وكل عمود طالع منه جزئين اصغر منهم وفي وسطهم فتحة صغيرة، والعمدان دي بتشبه بحد كبير للشوكة الرنانة، ودي اللي بتصدر الاهتزاز، وطالع من الاربع عمدان دول ما يشبه بالموجات وبتدخل في وعاء على شمال اللوحة، وما بين العمودين اللي على اليمين في دايرة مرسوم عليها خط الكهرباء المتعرج، والدايرة دي ثابتة على رسمة زي القارب متساوي الأطراف، والأربع عمدان كل 2 منهم متثبتين على طرف لقلادة منقوشة تحتهم ومنقوش عليها أحجار بأشكال مختلفة. طب لما نيجي نطبق الكلام ده بقى على المعبد نفسه، هنلاقي إن الأعمدة اللي موجودة في بهو المعبد شبه الأعمدة اللي موجودة في النقش بالظبط، والأعمدة دي مصنوعة من الجرانيت اللي مليان بالكوارتز، وطول الأعمدة دي بيوصل ل 18 متر، وعندنا بقى في بهو المعبد 24 عمود. فلو عرضنا الأعمدة الضخمة دي لموجة اهتزازية تصل ل 1700 هرتز، وكان موجود معانا وسط ناقل زي بهو المعبد اللي هيضخم موجة الاهتزاز اللي بتمثل الريزونيتور واللي موجود على شكل وعاء ضخم في الرسم، ولما يتأثر الكوارتز بالموجات دي هيخرج منه تيار كهربائي متردد ومستقر وثابت، وده اللي بيرمز ليه بالدايرة اللي في وسط العمودين، والتردد ده بينتج عنه موجات مغناطيسية، وده بقى اللي بيفسر تعطيل الأجهزة والكاميرات بتاعت الباحثين اللي بيدخلوا في بهو المعبد، وكمان بتسبب صداع وتعب بيتعرض ليه الزوار لانهم بيكونوا تحت ضغط كهرومغناطيسي عالي. There are several areas that are quite particular in Dendera. When visiting the site, we can feel that there are some electromagnetic areas where you have the feeling your legs are falling down, where you feel really tired, a headache. Une grosse fatigue, un mal de crâne. Near the Dendera temple is the house of the phoenix. La demeure du phénix. When you go inside, right away you come into this area where there's 2 gigantic granite slabs that are magnetized. So when I took out my camera to videotape this, I saw the magnetism interfering with my camera. There's a specific frequency interacting with the magnetism there that gives you this kind of a buzz that you can feel when you're walking through. لو تم توصيل الأعمدة دي بنوع من أنواع المعادن زي النحاس والألمونيوم مثلا، فالمعادن دي أكيد هتسخن، ولو جينا نبص على سقف المعبد هنلاقي تجاويف كتير، ولما عينوا التجاويف دي لقوها اتعرضت لدرجة حرارة عالية جدا، وده سبب في اختلاف أشكالها عن سقف المعبد نفسه. فالفكرة بتقول إن لو تم توليد الكهرباء من 24 عمود وتم نقلها عن طريق النحاس مثلا، وده اللي هيبقى مثبت على سطح المعبد، وبعد تحويل التيار لطاقة حرارية هيتم تخزين الطاقة في شكل بطاريات، وده اللي بتمثله لينا في اللوحة رسمة القلادة، وتقريبا البطاريات دي هتبقى السراديب اللي موجودة تحت المعبد، وده كان احد التفصيلات للنقش اللي موجود على جدار المعبد. وفي باحثين تانيين فسروه بطريقة تانية مختلفة، بس كلهم بيتفقوا بحد كبير مع الفرضية دي. انا عايز بس اعرفكم على حاجة، حضارتنا الحالية قدرت تتقدم بشكل كبير في خلال 1000 سنة بس، يعني احنا من 1000 سنة بس كانت الحروب عن طريق الخيول والسيوف، والحياة كانت شبه بدائية، وقدرنا في الألفية التانية إننا نوصل لدرجة عالية جدا من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فما بالكم بقى من حضارة استمرت لعشرات الآلاف من السنين، تفتكروا ممكن يكونوا وصلوا لإيه؟ كل اللي نقدر نقوله إن في كارثة كبيرة حصلت خلت البشرية كلها تبدأ من جديد، وما نعرفش أي تفاصيل عنها لأن إحنا متبعين التاريخ الأكاديمي، بأن الحضارة عمرها 4000 سنة بس وكانت كل حياتهم بدائية، وطبعا الكلام ده غير صحيح، ولسه في كتير جدا ما نعرفوش عن حضارتنا القديمة، ودايما هنفضل نتبهر بيه. ولو انت وصلت معانا الجزء ده من الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وريت تفعل زر الجرس عشان توصلكم الحلقات اول باول. وبس كده، دي كانت رحلتنا النهارده من الرحاله، يا رب نكون قدرنا نفيدكم باي معلومه حتى لو كانت بسيطه. استنونا في رحله جديده.